وينضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد الحديث أكثر عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، شهد مؤشر الدولار حالة من الاستقرار أقرب أيضا إلى الارتفاع الطفيف منذ بداية هذا الأسبوع. كيف سينعكس قرار الفائدة المتوقع على حركة مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية في حال جاء قرار الفيدرالي ضمن توقعات الأسواق؟ صباح الخير. طبعا هذا الاسبوع ننتظر، يعني يعتبر من اهم الاسابيع التي ننتظرها حتى نهايه العام الحالي، والتي ستحدد تحركات الدولار الامريكي في 2023. الان الاسواق ترتقب قرار الفائده الامريكيه، ولكن ليس فقط قرار الفائده المرتقب ظهوره او المتوقف صدوره هذا الاسبوع، ولكن ايضا بيانات التضخم الامريكيه المقرر صدورها غدا الثلاثاء. الان اي علامات على نجاح او استمرار نجاح الفيدرالي في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار ومعدل ارتفاع التضخم دون مستويات 7.7% لو جاء بالفعل كما تشير البيانات بالغد، فسيكون هذا مؤشر قوي على يعني بدء الفيدرالي الامريكي في تقليل وتيره رفع الفائده، ورفع الفائده فقط بنصف نقطه مئويه في الاجتماع القادم، ولكن سيبدا الفيدرالي الامريكي في تحديد مسار الفائده في 2023، والذي قد يعني يؤشر او قد يؤكد على احتمالات ان يبدا في تقليل وتيره رفع الفائده، خاصه مع نجاحه في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار. على العكس تماما، لو جاءت بالفعل بيانات التضخم اعلى من 7.7%، فسيكون هناك مخاوف جديدة لدى المستثمرين حيال استمرار الفيدرالي الأمريكي في تسريع وتيرة التجديد النقدي، وقد نرى الفيدرالي يؤكد على استمرار ارتفاع أو رفع الفائدة في 2023 في محاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار. بشكل عام الدولار الأمريكي أو مؤشر الدولار لا يزال مستقر عند مستويات 105، طبعا يشهد حالة من الهدوء النسبي مع الترقب للبيانات الاقتصادية والأحداث الاقتصادية الهامة، والتي ستؤثر على تحركات الدولار الامريكي، حيث انها كما اشرت ستحدد وتيره يعني رفع الفائده في 2023 بناء على بيانات التضخم وطبعا معدلات الفائده المرتقب ظهورها يوم الاربعاء. الان الاسواق تسعر احتمالات رفع الفائده ب 50 نقطه اساس او بنصف نقطه مئويه، وبالتالي سيكون المحرك للدولار الامريكي ليس قرار رفع الفائده، ولكن ما سيصاحبه من يعني نبره من الاحتياط الفيدرالي وايضا مسار الفائده والتوقعات الاقتصاديه خلال 2023. نعم أماني، بالانتقال نحو اليورو، ما هو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع الحالي، وكيف أيضا سيؤثر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار؟ هذا الأسبوع ليس يعني ننتظره من أجل الدولار الأمريكي فقط، ولكن أيضا من أجل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. الآن التوقعات تدعم رفع الفائدة الأوروبية بنصف نقطة مئوية، طبعا بعد ثلاث مرات رفع متتالية، كان مرتين منهم ب 75 نقطة أساس. طبعا لجأ الفيدرالي أو لجأ البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التي لا تزال تسجل مستويات قياسية جديدة كل شهر، ولكن توقعات رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط في اجتماع هذا الأسبوع يعني يرجع بشكل أساسي ليس في سيطرة البنك المركزي الأوروبي على التضخم مثلما فعل الفيدرالي الأمريكي، ولكن بسبب خطى الفيدرالي الأمريكي أو بسبب توقعات أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تقليل وتيرة رفع الفائدة، وبالتالي الآن يعني احتمالات أن يبدأ أيضا البنك المركزي الأوروبي في تقليل وتيرة التجديد النقدي نوعا ما يعني عائد تبعية لاحتمالات أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بهذا الأمر، وليس بارتفاع الأسعار، لأنه إذا قارنا معدلات التضخم بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للمنطقة الأوروبية نجد أن الفيدرالي الأمريكي أربع شهور متتالية ينجح في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار بعدما كانت وصلت لتسعة في المية، ولكن على الجانب الآخر حتى الآن وبعد ثلاث مرات رفع متتالي البنك المركزي الأوروبي للفائدة يفشل البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم. ولكن طبعا رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية قد يساهم في استقرار اليورو عند مستويات الآن يستقر أعلى بكثير من مستويات التعادل عند 1.05 مقابل الدولار الأمريكي، وستكون تحركات اليورو وتوجهات البنك المركزي الأوروبي ليس قائمة فقط على البيانات الاقتصادية والتي جاءت نوعا ما مخيبة للأمال مع ظهور شبح الركود الاقتصادي طبعا في المنطقة الأوروبية بسبب نقص إمدادات الطاقة،
وايضا بسبب الحرب ما بين روسيا واوكرانيا والتوترات الجيوسياسيه وانكماش اغلب القطاعات. وبالتالي الان ننتظر اي علامات او دلائل على وتيره رفع الفائده الامريكيه وتوجهات الفدرال الامريكي الفتره المقبله، حيث ستكون الفيصل في تحركات اليورو وايضا مقابل الدولار وايضا توجهات البنك المركزي الاوروبي في 2023. نعم، ايضا يعني الوقت الحالي تترقب الاسواق اجتماع بنك انجلترا المركزي في ظل توقعات بمزيد من رفع الفائده، كيف سينعكس ذلك على الجنيه الاسترليني؟ طبعا البنك انجلترا ايضا من المقرر ان يعلن عن قراره لرفع الفائده بنصف نقطه مئويه كما تتوقع الاسواق هذا الاسبوع. ولكن علينا الاشاره ان بنك انجلترا كان من اوائل البنوك المركزيه التي لجأت لرفع الفائده منذ بدايه العام، طبعا بسبب ارتفاع الاسعار وبسبب معدلات التضخم التي وصلت لمستويات قياسيه لم نشهدها منذ عقود ماضيه. ولكن مقارنه مع البنك المركزي الاوروبي كان هناك تاخر في وتيره التجديد النازل من قبل البنك المركزي الأوروبي. ولكن على الرغم من أن بنك إنجلترا كان من أوائل البنوك المركزية، ولكن الجنيه الإسترليني تعرض لضغوطات قوية طبعا بسبب التوترات السياسية المحلية التي تعاني منها بريطانيا، وكذلك الأمر بالنسبة لنقص إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا. الآن الاقتصاد البريطاني يعاني بالفعل من ركود اقتصادي أو من مخاوف ركود اقتصادي بسبب طبعا التداعيات السياسية والجيوسياسية، وأيضا بسبب أن حتى الآن بريطانيا لم تتعافى من أثار خروجها من الاتحاد الأوروبي. الآن الاقتصاد البريطاني أو ارتفاعات الجنيه الاسترليني لا تعود لاستمرار رفع الفائدة في بنك إنجلترا، ولكنها تعود طبعا لتراجع الدولار الأمريكي وتراجع مؤشر الدولار من مستويات تقريبا تقترب من 115 ليستقر الآن عند 105. الآن الجنيه الاسترليني يستقر عند 1.22، وبالرغم من أن هناك توقعات أن يقوم بالفعل بنك إنجلترا برفع الفائدة من جديد بنصف نقطة مئوية، ولكن أي إشارة أو أي دلائل على من بنك إنجلترا على استمرار الضغوطات التي تعاني منها إنجلترا طبعا سواء التوترات المحلية أو التوترات العالمية، فقد يؤثر هذا على يعني انخفاض الجنيه الاسترليني او تدهور حاله الجنيه الاسترليني، وسيكون الجنيه الاسترليني ايضا مثله مثل اليورو، تحركات الجنيه الاسترليني واليورو ستكون مبنيه على تحركات الدولار الامريكي وعلى قرار الفائده الامريكيه وليس على بالنسبه لقرار الفائده البريطانيه والتي قد تدعم العمله حتى على المدى القصير. نعم، ايضا اماني الين الياباني ما زال يحوم بالقرب من مستويات 137 ين لكل دولار، هل من المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي الياباني بسياسة نقدية متساهلة مقارنة مع السياسة التشددية التي يتبعها الفدرال الأمريكي؟ في الوقت الذي كانت أغلب البنوك المركزية يعني تتبع الفدرالي الأمريكي وترفع الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتبعية طبعا للبنك الفدرالي الأمريكي، كان بنك اليابان مستمر في السياسة النقدية التوسعية، حتى أن معدلات التضخم في اليابان بالرغم من ارتفاعها ولكنها لا تستدعي أن يقوم بنك اليابان باتخاذ إجراءات تجديدية، حتى يعني أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني من مخاوف انكماش ومخاوف ركود اقتصادي. وبالتالي بنك اليابان طوال 2022 وبالرغم من الضغوطات التي يتعرض لها الين الياباني إلا أنه مستمر في السياسة النقدية التوسعية. وبالتالي بعدما يعني بدأت التوقعات تتغير لصالح أن يبدأ الفدرالي الأمريكي في تغيير وتيرة التجديد النقدي أو تقليل وتيرة رفع الفائدة في 2023، طبعا سيكون هذا داعم لاستقرار الين الياباني بعدما انهار مقابل الدولار لمستويات 153 الآن يستقر عند 137، وسيكون هذا طبعا داعم لأن يستمر بنك اليابان في السياسة النقدية التوسعية وسياسة الفائدة السلبية والتي كانت قد تضغط على الين الياباني طبعا أو تتسبب في انهيارات قوية للين الياباني. ولكن أن يبدأ العالم في تغيير يعني سياسته النقدية ومخاوف الركود الاقتصادي التي أصبحت يعني تحوم في 2023 قد يتسبب بنوع ما في استقرار الين الياباني بالرغم من استمرار بنك اليابان وتأكيده على الاستمرار في السياسة الحالية. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.